تنضم إلينا من بيروت هاتفيا ليلى خليل مراسلة الغد. ليلى، تفاصيل البيان المشترك، وما الذي ما الجديد الذي جد الذي جعل حركة أمل وحزب الله يعني يعلنون العودة للمشاركة في جلسات الحكومة بعد مقاطعة لمدة 3 أشهر؟ يبدو أن التسوية التي كان يتم الحديث عنها في الأسابيع الماضية هي بالفعل حصلت، أي التسوية التي بدأت أولا بفتح دورة استثنائية أو عقد استثنائي لمجلس النواب، ومن ثم مشاركة الثنائي الشيعي بجلسات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الدعوة إلى طاولة الحوار، بغض النظر إذا ما نجح موضوع طاولة الحوار أم لا. ولكن الآن اليوم نحن أمام عقد استثنائي لمجلس النواب. الثنائي الشيعي على ما يبدو التزم بجزء من هذه التسوية التي كان يجري الحديث عنها في الأسابيع الماضية كما ذكرت، بحسب البيان بأنه الثنائي الشيعي يقول بأنه هم لم يعطلوا، أنه هناك كان اتهامات بأنهم يعرقلون ويعطلون جلسات مجلس الوزراء، ولكن الأزمة والتطورات السياسية والاقتصادية وصلت إلى مستوى غير مسبوق، انهيار بسعر صرف الدولار، تراجع القطاع العام وانهيار المداخيل، كل هذه ومنعا أيضا لاتهامهم الباطل بالتعطيل سيعودون إلى المشاركة بمجلس الوزراء وسيشاركون بمجلس الوزراء الجلسات المخصصة. هم ذكروا لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع. طيب ليلى، متى من المتوقع متى من المتوقع تسليم مشروع الموازنة العامة لنجيب ميقاتي؟ هذا مرتبط بوزارة المال. وزارة المال هي على وشك الانتهاء من الموازنة العامة. الرئيس نجيب ميقاتي إنه قال إنه سيدعو مباشرة عندما يتسلم مشروع الموازنة العامة من وزارة المال، سيدعو مباشرة إلى جلسة للحكومة لمناقشتها. من الطبيعي، معروف أن الأمور أنه مشروع الموازنة قد يأخذ عدة جلسات، وأيضا اليوم عودة مجلس الوزراء هي مهم ليس فقط لإقرار الموازنة العامة من أجل المواطن اللبناني، إنما الموازنة العامة هي أحد شروط، أو إقرار الموازنة العامة هي أحد شروط صندوق النقد الدولي الذي من المفترض أن يستأنف المحادثات مع الدولة اللبنانية في الأسابيع المقبلة. أيضا هذا البيان أو عودة أو مشاركة الثنائي الشيعي، أود أن أشير هنا وألفت إلى نقطة، انعكس إيجابا على تراجع سعر الدولار أمام الليرة، أي أن هناك تحسنا اليوم ومنذ بعض الوقت تراجع الدولار أمام سعر صرف الليرة، وبالتالي قد يرخي بظلاله بعض الشيء إيجابيا على الشارع اللبناني. نعم، ليلى خليل مراسلة الغد كنت معنا من بيروت، شكرا لك على هذه المعلومات.